مديرية التجهيزات العمومية تقوم دائما بإنشاء هذه المشاريع المخصصة للدخول المدرسي، منها هذه المدرسة الابتدائية من نوع جيم، يعني 9 أقسام بملاحقها، مطعم وليسار بوليفالونت هو مخدوم بالتوبولوجيا الجديدة المتواجدة في نقطة من أقصى النقاط الحدودية، هي تعتبر منطقة حدودية، أين رأينا فيها كل كما يقول لك المتطلبات تاع المنشآت المدرسية الجديدة. زوج ابتدائيات وزادونا هذا المجمع في وقت محدد، يعني نشكر مديرية التجهيز راها في ساعة بناتها في وقت يعني محدد، ما طولوا على ولادنا ما والو، جات في الوقت المناسب. الحمد لله قلعوا علينا الغبر، رانا في منطقة حدودية وكثر خير الدولة، زادونا هاد ليكول ويدون يتوسعوا ولادنا ويقروا، وشكرا وكثر خير الدولة. شاركنا في هذا السوق الرحمة اللي بالتنسيق مع مديرية التجارة اللي نظمته، والغرض منه هو فضاء الناس ضعفاء الدخل، والأسعار راه هنا على حسب النوعية، الكاي تاع 96 راه من 7000 وطلع، كل واحد وعلى حسب النوعية تاعه. أسعار معقولة في كل هذه الأدوات المدرسية، منخفضة على الأسعار تاع المكتبات.